السلام عليكم، كي دايرين؟ تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي ومرحبا بكم في الفيديو الجديد، وعواشر مباركة لتدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله في حياتكم، ونزل عنا ربي ان شاء الله الطمأنينة والسلام، وتبعد عنا هاد الحروب وترجع الدنيا كيف ما كانت، ويبعد هاد الكوفيد وكل شيء، ترجع الحياة زويونة، و يعني الانسان ما بقى مقلق من جيت حتى حاجه ان شاء الله. يلا المهم ان شاء الله اليوم كما تشوفوا معايا جيت غنشارك معكم هاد البليغات اللي تيجيو هشاش، يجيو زوينين ومعسلين، تدخل لهم العسل مزيان. المهم كنت ديجا شاركت معكم في القناه ديالي، ولكن اليوم ان شاء الله جيت غنشاركها معكم بواحد الطريقه اخرى ان شاء الله. المهم غادي نمشيو باش غادي نشوفوا المقادير. يلا بقاو معنا حتى الاخر فيديو. بالنسبه ليا انا احتاجيت الزبده، عندي 6 المعالق مخلطين ما بين الزبده والزيت، الزيت اللي عاديه مخلطين ما بين الزبده والزيت. كنت تشوفوا معايا عندي معلقه ديال الخل، الخل اغلبيه هو اللي تيجي بهذيك التعليكه لداخل. عندي واحد 4 كاس ديال الماء الزهر اللي درت فيه الزعفران انه حتى طلق ليا مزيان. شوية ديال الملحة، واحد القبيصة، و اش يقولوا لهذا السينامون، القرفة، عندي معلقة صغيرة ديال القرفة. بغيتي ديروها ما بغيتيش ديروها تيبقى لكم نتوما الرأي ديالكم، بقى لكم الاختيار. عندي معلقة صغيرة ديال حبة حلاوة والنافع. المهم هاد المنسمات انا زدتهم، بغيتو نتوما ديروهم ديروهم، ما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش. المهم عطاو المذاق زوين. بالنسبه للجنجلان عندي 250 غرام ديال الجنجلان، وعندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض. اوكي، وغادي في هاد الاثناء هادي غادي نزيد عليهم واحد الصفر ديال البيضه. واحد شويه ديال الحليب غير باش انني تنخلط، نبقى بشويه بشويه. بغيت ديروا الماء ديروه. والخماره انا غادي نزيد الخماره ان شاء الله. المهم الحليب تنزيدوه شويه بشويه، ندير واحد المعلقه صغيره ديال الخماره، ما تكونش هذيك، راه معلقه صغيره اللي عندي راه ماشي كبيره، معلقه صغيره صافي. وتنخلطوا هذاك الشيء مزيان حتى تنشوف القوام ديالهم. بالنسبه للجنجلان راه تبقى يتشتت لكم من يديكم، المهم تحسوا بها انها راه مطلوقه لكم في اليد. انت بقى نكون فيها هكايا وفي نفس الوقت اللي كورتها تنحاول انني نديرها في بلاستيكه تترطب لي واحد شويه وتبدا نشكل فيهم. انا في هذه اللحظه دي خليت الفيديو شويه هكايا بهالطريقه هذه، لحقاش فاش كبرته ما بقاش يبان. المهم تندير واحد السمك انه تيكون رقيق، تنشدو متنرقوهم على هذا القدر هذا كما تشوفوا معايا، وتنحاول انني نكون مربعات صغار، وتنحاول نقبسهم مزيان من الفوق. لما قبستهمش مزيان من الفوق راه يتحلوا لكم 100%. انا راه كانت طرات معايا واحد المره، ضروري تنقبسهم وتعاودتين فاش نبغي نلوحهم تنحاول انني نزيد نزيرهم وصافي. تنبقى غادا هكايا هاد المربعات ديالي، تنقبسهم مزيان صافي، بقاو غاديين هكا وصافي. تنقليوها تنديروها تقلالينا، قلت لكم تتقلى في الزيت، تكون انها تكون زيت سخونه، من بعد عاده تنقصوا عليها. ديما ديروا الزيت سخونه وعاده من بعد نقصوا عليها صافي. وتنديرهم في العسل، تنخليهم في العسل واحد المده تيشربوا لنا العسل، وتنحيدوهم. وهذا مكان، وهذا هما البريوات ديالي ان شاء الله. كما تشوفوا معنا انا باقا تنصوب فيهم، باقا ندير زعما تنحاول انني نوري لكم وحده بوحده. ان شاء الله تتمنى يعجبوكم. بالنسبه للناس اللي ما تيديروش الشباكيه، هادي راه اسهل طريقه واسهل حاجه، وفي المذاق بحال شكل قريبه للشباكيه، سيرتو الا زدتو ليهم هذوك حبه الحلاوه والنافع،
وهالنتيجه ديالنا تيجيو غزالين، بغيت تزوقوهم بالويزه تزوقوهم، ما بغيتوش تزوقوهم خليهم هكاك عاديين. انا تنفضل نخليهم هكا عاديين، بقاش عندي البريوات اصلا ديال اللوز وداكشي. المهم تنحاول انا كل حاجه نديرها بوحده، يكون في المذاق ديالهم مختلف على الاخر. ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم، ونزيد نعاود لكم عواشر مباركه تدخل عليكم باش ما تمنيتوش ان شاء الله. وما تنساوناش التعليق ديالكم ولي كومونتير اللي تزيدو يشجعوني بزاف، وجيمات جيمات جيمات، لايكات الاعجابات بجميع اللغات. وما تنساوش الانستغرام ديالي، دخلوا الانستغرام ديالي شوفوا وديروا عليه واحد الطليله، تبارك الله في الفيديوهات. مع السلامه.